هي سارة رينيرتسون لاعبة في المسابقة الثلاثية. تتمرن سارة يوميا للتعامل مع متطلبات كل مرحلة مضنية في المسابقة، ولكن سارة مختلفة. سارة رياضية مبتورة. ولدت سارة بتشوه في ساقها اليسرى، وهي حالة تعرف باسم بروكسيمال فيمورال فوكال، ما يعني أن ساقها اليسرى أقصر من ساقها اليمنى. وضعت دعامة خاصة لساقها حتى بلغت 7 من العمر، عندما اتخذ والداها القرار الصعب ببتر ساقها. هذا منحها المزيد من الخيارات على صعيد الأطراف الاصطناعية. كنت دوما آخر فتاة يتم انتقاؤها لأي فريق رياضي أو فريق كرة القدم. بالفعل كان الأمر محبطا، لأنني لطالما أردت أن ألعب وأتحرك وأنافس وأقوم بجميع الأمور الأخرى التي يقوم بها الأولاد. في الواقع بالكاد أشركها مدرب كرة القدم في المباريات، بدلا من ذلك أرسلها لركل الكرة أمام الحائط وحيدة. ولكن تميز سارة لم يكن فقط في ساقها، فمنذ نعومة أظفارها ظهرت جلية قوة شخصيتها، وكانت مصممة على بذل ما بوسعها. لقد ألمها لكنه لم يحبط عزيمتها. أذكر أنه كان هناك يوم نشاطات حيث أقيم سباق تتابع للقفز، وقالت هذا هو سباقي المفضل لأنني أقفز جيدا، لأنني من دون ساقي الاصطناعية أقفز جيدا. فانتزعت ساقها أمام الجميع في المدرسة وفي السباق قفزت حتى خط النهاية وحلت ثالثة. بالفعل كان هذا مذهلا. أذكر مشاركتي الأولى في سباق للعدو للأولاد المعوقين، كنت في 11 من العمر، فشاركت في سباق 60 والمئة متر. ذهبت إلى ممري ونظرت إلى جميع المنافسين، جميعهم كانوا مبتوري الأقدام، فقلت هذا رائع، جميعهم كانوا مثلي، فالسباق كان عادلا. أطلق الحكم طلقة البداية وركضت بسرعة كبيرة وفزت. ممارسة الرياضة أمر ممتع، لكنه أكثر متعة عندما تفوز. تطورت الأمور معها منذ ذلك الحين دون الحديث عن تكنولوجيا الأطراف الاصطناعية. تملك سارة الآن مجموعة من الأطراف العالية التقنية، مصممة خصيصا لأغراض متنوعة كالركض وركوب الدراجات الهوائية أو للاستخدامات الاجتماعية الأخرى. تفخر سارة بأطرافها الاصطناعية التي تدعوها أطراف باربي، وتملك كعبا قابلا للتغيير، ما يسمح لها بانتعال أي حذاء ترغب به. أردت المشاركة في أحداث رجل الحديد لأنني تابعت على شاشة التلفاز. شاهدت السباق الجنوني حيث يسبح الناس على مسافة 3 كيلومترات ونصف في المحيط، ثم يقفزون على دراجاتهم ويقودون لمائة 180 كيلومترا، ثم ينتقلون من الدراجات الجبلية إلى العدو في سباق ماراثوني على مسافة 42 كيلومترا. لكن كنت أقول إني أرغب بأن أحاول. المنافسة في مسابقة الرجل الحديد تتطلب مجهودا مضنيا. كانت سارة سباحة عادية، مع أنها تلقت واحدة كهدية في عيد مولدها، إلا أنها لم تتعلم يوما ركوب الدراجة الهوائية. كنت أفكر بأنني سأتمكن من المشاركة، إنما يجب أن أتعلم فقط كيف أركب دراجة هوائية وكيف أسبح. لم أتعلم كيف أركب دراجة هوائية، لم أركب دراجة إلى أن بلغت 29. كان علي التدرب على الانعطاف يسارا ويمينا في المتنزه، وهو أمر محبط قليلا، لكنني واظبت على العمل. كنت أعرف أنني إذا أردت القيادة على مسافة 100 كيلومتر، كان علي تعلم ركوب الدراجة على الأقل على الطريق على مسافة ميل. فقمت بكل خطوة على حدة، وأخيرا نجحت بركوب الدراجة الهوائية. هذا المستوى من التصميم لتخطي الصعاب التي تقف عائقا في طريقها لم يتغير. حتى الآن في حصص السباحة بإمكان مدربها رؤية مدى قوة شخصيتها وعزيمتها على تخطي العقبات.
بإمكاني رؤية ذلك في عينيها أحيانا إذا قلت شيئا تتساءل عما إذا كان بإمكانها القيام بذلك، ولكنني لم أسمعها يوما تقول هذا صعب للغاية بالنسبة لي أو أنني لن أحاول أو ألا تفكر بإعاقتي، بل تنظر إليك وكأنها تقول يا إلهي هذا يبدو تحديا جيدا. انظروا إلى تلك الفتاة صاحبة الساق الواحدة تقوم بذلك. بخمسة ألقاب عالمية في الجري في جعبتها، بدأت سارة تركز على المسابقة الثلاثية وأحرزت لقب فئتها في بطولة العالم عام 2003. ولكن في العام التالي في هاواي أخفقت بالتأهل في مرحلة الدراجات الهوائية في كونا. التعلم كيف تقف وتمضي قدما رغم الإخفاقات هو أحد أفضل الأمور التي يجب أن نتعلمها في هذه الحياة. لذلك الإخفاق بالتأهل عام 2004 حثني على الاستمرار ودفعني للتدرب بصورة أفضل، والعودة عام 2005 كانت مذهلة. هذه المرة نجحت سارة في مرحلة الدراجات الجبلية وأنهت السباق بخمس عشرة ساعة وخمس دقائق واثنتي عشرة ثانية. الجماهير كانت مذهلة لأن الناس تابعوني أسقط عام 2004، لذلك دعموني على المسار، وأستطيع القول إنها كانت لحظات شبيهة بلحظات المجد في سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، لأن الجماهير دعمتني بقوة وكانوا ينشدون الأغاني وينادونني وأنا واثقة بأنني لن أستمتع مجددا هكذا. ذلك اليوم أضحت سارة معروفة نوعا ما. بعد أن ظهرت على غلاف مجلتي رانرز وورد وتراي أثليت، شاركت مؤخرا في برنامج على شاشة التلفاز الأمريكية يدعى السباق المذهل. شهرتها الجديدة ساعدتها على التسويق للعمل الذي تقوم به بعيدا عن المسابقة الثلاثية. تكسب سارة عيشها كمتحدثة، فتجول البلد وتتشارك رسالتها الإيجابية بأن أي شيء يمكن القيام به إذا كانت الرغبة والجهد متوافرين. انتشرت سمعتها لدرجة أنه طلب منها من قبل الجيش الأمريكي إدارة غرف استشفاء العسكريين. إنه ربما أروع أمر أقوم به، أعني رؤية وجه شخص للمرة الأولى، أعني أشخاصا قالوا سأكون محظوظة إذا سرت من جديد. عندما يتعلمون كيف يركضون وينجحون بذلك ترى الإشراقة على وجوههم وكأن أجسادهم تتحرك ويتعلمون الحركة وكيفية القيام بالحركات اللازمة. أعني عندما أشهد هذا الحدث الرائع إنه بمثابة السحر، من الرائع رؤية شخص يحيا حياته من جديد. استفادت سارة كثيرا من التقنيات التي توفرت لها وهي مصممة على مساعدة الآخرين في أوضاع مشابهة، فهي المتحدثة باسم مؤسسة خيرية هدفها جمع التبرعات لشراء المعدات الرياضية الخاصة بالمعوقين التي لا تغطي تكاليفها بواليس التأمين الطبية أو الرعاية الحكومية. تحضر دوما أحداث المؤسسة في محاولة لجمع المال للأطفال المعوقين. العديد من هؤلاء الأولاد قد يكونون معوقين ولديهم أشقاء وشقيقات أصحاء ويرغبون بقيادة دراجاتهم واللعب معهم. أنت لا تغير حياة هذا الفتى، إنما تغير حياة عائلة بأسرها. في 32 من العمر هدف سارة الآن هو التأهل إلى فريق المسابقة الثلاثية الأمريكي المتجه إلى ألعاب بكين 2008 وأحراز الذهبية. في هذه الأثناء ستواصل إلهام الآخرين ونشر رسالة تنطبق علينا جميعا. أشعر بأنني أستطيع أن أساعد في تعليم وحث الآخرين للخروج إلى هناك وعيش حياتهم، عيش حياتهم بشغف وبحماس والاستفادة من كل يوم ومن أجسادهم بكل وسيلة ممكنة وعدم التفكير كثيرا بالأمور التي لا يمتلكونها في الحياة، إنما التركيز جيدا على الأمور التي يمتلكونها والاستفادة منها.